مثل أي شخص طبيعي، يتحقق كافن من مظهره العام. كانت رقائق البصل فكرة سيئة، لكن المساعدة قادمة. تكفيني قطعة واحدة. أشعر بتحسن. يا كافن، أرجوك. يجهل كافن أنه سلم علكته لغريبة أطوار. توقفي يا صوفيا، لا تفعليها. أجل، صوفيا غريبة أطوار رسميا. تابع المشاهدة وستعرف ما نتحدث عنها. لا شيء يضاهي البطاطس المقلية، لكن لا يمكن أكلها لوحدها. نعم، أحدثكم عن الكاتشب. وغمس. أهلا يا عزيزتي، لا تخيبي نظني أبدا. لكن يأكل البعض البطاطس المقلية بطريقة مختلفة. تبدو طبيعية حتى الآن. إنك تضعين الكاتشب في كل مكان. أحب الكاتشب كثيرا. ممتاز. هل تظن أن ذلك كان جنونيا؟ انظر إلى الشوكة. مخترع البطاطس المقلية يتقلب في قبره الآن. يعلم الجميع أنك عندما ترقد على السرير لا تنهض منه أبداً، حتى لالتقاط هاتفك بعد سقوطه. لن تلمس قدمي الأرض. كيف سأعود إلى السرير؟ أشعر بإرهاق شديد الآن، لكن لم أضطر للنهوض من السرير. بالنسبة لغريب الأطوار، النهوض من السرير ليس بالأمر الصعب. يبدو أني سأضطر للنهوض من السرير. فسأعود إلى السرير. عدت لتصفح الهاتف. هل حان وقت الاستيقاظ؟ 5 دقائق أخرى. وبعد 20 دقيقة؟ تمام. ألو؟ هذا المنبه مزعج للغاية. هيا، أريد أن أنام. لقد طفح الكيل. سأضغط زر الغفوة 10 مرات. قلت غفوة. هل استيقظت يا صوفيا؟ هيا، ألم يحن وقت الاستيقاظ بعد؟ يبدو أنها متحمسة لمغادرة السرير. لابد أن وقت الاستيقاظ قد اقترب. مرحبا، سأبدأ يومي. إذن ستأتي لاصطحابي في 6؟ أنت دائم تأخر. لا أحد حولي صحيح. واختفت. كنت أقول، لكن على عكس كافن، صوفيا غير كسولة. أجل، لدينا مشكلة هنا. لحظة، لن أتحمل أي فوضى في هذا المنزل. اذهبي إلى القمامة. لقد خنت ثقتي يا حبة البطاطس. وداعاً. بعد أن انتهيت من ذلك، لقد عدت. ذلك ظل مخيف. تشعر بالخوف لدرجة أني ستناول كل ما في الكيس. لقد أكلته بالكامل وبقيت مع يد متسخة. هناك طريقة واحدة للتعامل معها، وهكذا حلت المشكلة. ستجف بعد قليل. يا للهول، سيهاجمه ذلك الوحش. هل نفتت رقائق البطاطس؟ يدي متسخة للغاية. ليس أمامي أي خيار آخر. مهلاً، ألن تلعقيها؟ من يغادر في منتصف الفيلم؟ غريب الأطوار طبعاً. ما الذي فوته؟ هذه دماء كثيرة. هل بقى أي مكعب ثلج؟ سأغلق الفريزر.
حركة رائعة، لا يوجد أي مكعب ثلج بملئه بالماء إذن. لنبدأ العملية. سأمررها تحت الماء. لكن يملأ البعض صينية مكعبات الثلج بطريقة مختلفة. لقد أقلقتك. ماذا؟ لا يوجد أي مكعب ثلج؟ أظن أنه يجب علي ملؤها بالماء، لكن أفضل التركيز على فتحة واحدة كل مرة. تستغرق العملية وقتا أطول، لكن ستكون الكميات متساوية. من ذاكر قد ذاكر، ومن نجح قد نجح. حبوب الإفطار عطشتني، حان وقت سكب الماء. يا كيفن، لقد امتلأ الكوب أكثر من اللازم. يا للهول، يبدو أني مضطر لشرب الكمية الفائضة. من حسن الحظ أني ظمآن. حلت المشكلة، سأعود الآن إلى الدراسة. تبدو الأمور طبيعية حتى الآن. كتب مدرسية، وعاء حبوب إفطار، أحتاج لشرب الماء. يا للهول، هل سينسكب الماء من الكوب؟ الماء يا صوفيا. ما هذا؟ يحدث في أفضل العائلات، هذا فوضوي قليلا. أين وصلت؟ لا أحب الأفلام الرومانسية كثيرا. كم رقاقة بطاطس أكلت حتى الآن؟ إن الأفضل أن أتوقف عن الأكل. سأحتفظ بالبقية لوقت لاحق. آمل أن تكون نهاية هذا الفيلم سعيدة. سلام، رقائق البطاطس هذه لذيذة. لا أريد أن أسد شهية عن العشاء. إذا سأنهي جلسة تناول الوجبة الخفيفة. من يغلق كيس رقائق بمسبك؟ يا لك من غريبة أطوار. هذا رائع. أخلع الحذاء الآخر. رائع، سأخلد إلى عالم الأحلام. وحتى إن تحركت كثيرا فهذا يعني أنك حظيت بنوم جيد. لقد استيقظت، سأنهض الآن. لكن لدى صوفيا نظام صارم حول النوم. حان وقت الاستلقاء تحت اللحاف. لكن بخلاف كيفن، تظل صوفيا متصلبة في مكانها أثناء النوم. هل حل الصباح؟ حان وقت بدء هذا اليوم الجميل. بوت أيها الزومبي، هل البطارية منخفضة؟ يجب أن أوصلها بالشاحن قبل فوات الأوان. ثانية واحدة. انتظر، يجب أن أوصلها بالقابس. مهلاً، أين الفتحتان؟ أظن أني أدخلته. سأهزمك. ماذا؟ لكني أوصلت الهاتف بالشاحن. هل الشاحن معطل؟ هذا غريب. يا إلهي، لم يكن موصولاً بالقابس. هذه المقاطع مضحكة. لا تمت أيها الهاتف، حان وقت شحنك. سأوصل الهاتف بالشاحن أولاً، ثم سأوصل الشاحن بالقابس. يجب أن أركز الآن لأتأكد من عمل ذلك بشكل صحيح. كان ذلك وشيكاً. لأعود إلى تعليقي على المقاطع المضحكة. إذن لأي نوع تنتمي؟ هل أنت طبيعي؟ أم غريب أطوار؟ أم أنك الاثنين؟ في كلتا الحالتين لا بأس من انتقاد تصرفات الخارجة عن المألوف. شارك هذا الفيديو مع أصحابك واكتشف ما إن كانوا طبيعيين أم مختلين. هل شاهدت هذين المقطعين؟ اشترك في قناتنا 1-2-3-GO بالعربي حتى لا تفوت مقاطعنا الرائعة.